صباح الخير وأهلا بكل الأصدقاء اللي راح يتابعونا بهذه الحلقة من مشاكل وحلول. راح نظل نقول مشاكل ونحن وأنتو نسعى وراء الحلول لحتى ممكن نقول كل هذه المشاكل بدنا نشتغل عليها لحتى نقدر نوصل لحلول. بلقاء اليوم راح نكون مع مدير عام الدفاع المدني بلبنان العميد ريمو خطار مباشرة من المديرية العامة للدفاع المدني، لأنه واقع عمل هذه المديرية بكل الأمور اللي نحن عم نحكي عنها مهم كتير كأعلام، لازم نحن نتابعها نراقبها نكون حدهم حتى نقول لهم شكرا، لأنه بالواقع رغم كل الظروف الشباب اشتغلوا يعطيهم العافية. إذا البداية بتكون مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمو خطار. بدي حييك حضرة العميد وقت يلي من خلال الظروف الصعبة يلي نحن هلأ عم نعيشها وكل الإمكانيات المحدودة، كل شيء ملفت بتلبية عناصر الدفاع المدني لنداءات الاستغاثة وحماسهم للمشاركة بإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ يلي عم بنفذوها بشكل احترافي بفضل الخبرة اللي اكتسبوها على مر السنوات الماضية. إذا من خلال كل هذه المعطيات بنرجع نرحب بالعميد ريمو خطار مدير عام الدفاع المدني في لبنان. بدي حييك حضرة العميد عبر مشاكل وحلول مباشرة على الهواء. تحية لك أستاذ نقولة وتحية لمشاهدي تلفزيون لبنان، وأنا بتشكرك الحقيقة على هالالتفات اللي خصيت الدفاع المدني فيها لحتى ننقل للناس شجون وشؤون الدفاع المدني. سيدي إذا بتسمح لي اليوم بدي أقول لك الحمد لله على السلامة، أنت كنت مريض كورونا، يعني اليوم بعد الشفاء بدي أقول لك ألف حمد لله على السلامة ونبذي عن الحالة والمرحلة اللي مرقت فيها لحتى اللي عم بيسمعونا وبعضهم المشككين يتعظوا وياخذوا العبرة من رجل كلامه موثوق. تفضل. الحقيقة أنا بدي أتشكر كل مين تلفن لحتى هنيني بالسلامة، وبدي أتمنى الشفاء العاجل للمصابين والله يرحم المرضى اللي توفوا. بس اللي بدي أقوله أنه ما حدا يستخف بهذا الموضوع، لأنه يمكن كان في مقولة سابقة بتقول أنه والله يلا منقطع ومنخلص، لا هيدا الشيء منه دقيق، لأنه عم تجي حالات قاسية، عم تجي حالات صعبة وعم بيكون فيها مضاعفات. أنا مثلا أخذت معي وقت ضروري جدا أنه نتلافى، يعني الوقاية أحسن من منفوت بمتاهات ونعدي عيالنا وأحبائنا. أهم شيء الوقاية، يعني بعد التجربة الوقاية أهم من العلاجات اللي عم بتصير، خاصة هلأ مثل ما عم تسمعوا مثل ما عم بتشوفوا المستشفيات ما عاد عندها القدرة الاستيعابية للحالات الصعبة. يعني الحمد لله على السلامة لك ولكل يعني الفريق يلي عم بيتابع حواليك كل المهمات، لأنه أنتم بكل الأوقات بنلاحظ أنه دايماً بتكونوا حد كل الناس، دايما بتشتغلوا، دايما بتلبوا نداءات الاستغاثة 24 على 24 7 على 7، وخاصة إذا بدك تسمح لي كان اللافت وجود الدفاع المدني اللبناني وعناصره يلي اشتغلوا بتوجيهاتك وطبعا بتوجيهات خاصة من معالي وزير الداخلية محمد فهمي بموضوع الحريق الكبير، لأنه كفاءة هالشباب يلي كانوا عم يشتغلوا بشكل احترافي لأنه عندهم خبرة اكتسبوها على مر السنوات الماضية، طبعا هالكفاءة مهمة كتير لأنه أذهلت يعني فرق الإغاثة الأجنبية والمحلية اللي كانوا عم بتابعوا بيراقبوا بوقت الشغل بانفجار مرفق بيروت، وعناصر الدفاع المدني اللافت بعدهم لليوم جنرال عم بينفذوا المهام الموكلة إليهم بمرفق بيروت، ليل نهار عم بيشتغلوا دون انقطاع، والكل بيقول أنه نحن نعمل بتوجيهات سعادة مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمو خطار. بهمني أعرف لحد اليوم شو بعدكم عم تعملوا على مرفق بيروت سيدي؟ بالحقيقة نحن من أول لحظة الانفجار توجهنا على المرفق من كل المراكز وعملنا نداء لكل الشباب لحتى يتوجهوا، وبالواقع أنا نزلت غرفة العمليات المتنقلة حطيتها ببقعة كتير قريبة من موقع الانفجار.
وعملنا خليه عمل تحت. كان عندنا تقريبا كل يوم حوالي 500 عنصر عم ببدلوا بعضهم، وكل يوم نبدلهم. بقينا تقريبا فتره اول 12 يوم عم نشتغل بشكل متواصل، لكن لخف نمط العمل وبطل في أمل. يعني عملنا كل البحث والسكان اللي لازم ينعمل، ونشيل كل الركام يلي ممكن نلاقي تحته حدا. من بعدها تركنا، أنشأنا إذا بدك وحدة بالمرفأ، بعدها موجودة لحديث هلأ. هودي مهمتهم المتابعة مع الجيش، بتصرف الجيش إذا بدك، لا متابعة كل يوم بيومه شو عم بيصير. يعني من وقت لوقت عم بيصير في حرايق متنقلة، من وقت لوقت بينفتح كونتينر بينزل منه مواد خطرة، بيصير في تدخل من هالمجموعة يلي نحن حاطينها. وإذا بدك شوية استاتيستيك عن هيدا الوضع، يا ريت تفضل. نحن بمرفق بيروت كان عندنا حوالي 653 إسعاف سيربلاس يعني بأرضه، وكان عندنا 308 حالة نقل جريح، ونقلنا حوالي 130 جتة، ونقل مرضى كان حوالي 65، وإخمات حريق لحديث هلأ صاروا 29. يعني من بعد هيدي القصة المرحلة صار في حرائق كتير صغيرة ما نحكى فيها بالإعلام، ولكن نحن في تدخل يومي بهذا الإطار. طب إذا بتسمح لي، عمليات بحث وإنقاذ حوالي 145. نعم تفضل تفضل تابع تفضل، الإحصاءات مهمين تفضل. وفي عملنا سكان ومسح لعدة مناطق داخل وخارج المرفأ حوالي 173 مهمة، يعني المجموع حوالي 1503 مهمات لحديث هلأ بمرفق بيروت. وكله هيدا مثل ما بتعرف ضمن الإمكانيات اللي عنا إياها، بالآليات والمعدات اللي عنا إياها، بالشح اللي عنا إياه. يعني قصتنا صارت كل الناس بتعرفها، آلياتنا كلها عمرها من سنة 2000. رح نحكي عنهم بالتفصيل وهيدا إذا كله بحاجة. نعم، ولكن بدي أسألك سؤال سيدي، يعني اليوم تفضل. يعني اليوم نحن إذا بدنا نحكي عن الاستمرار بتلبية يعني المهام الإنقاذية المعتادة للدفاع المدني، صعوبات عوائق الإمكانيات، اللي بيسمعك عم تحكي بيفرح لأنه على الأرض أنتوا دوركم بالرغم من ضخامة هذه المأساة أنتوا كنتوا عم تشتغلوا، كنتوا عم تسعوا قدر المستطاع تكونوا حد كل الناس تخففوا عنهم، ولكن اليوم العمليات ماشي والحمد لله. بدي أقول لك ماشي بالمتوفر بالمتيسر. يعني عنا أزمة، أزمتين كبار، عنا أزمة محروقات وعنا أزمة تصليح آليات. بدك بنبلش بال... نعم، يعني أنت عم تحكي شغلتين هني أساسيتين لألكن لحتى تتحركوا، بدكن محروقات وبنفس الوقت أساسيات لعمل لتنفيذ عمل الدفاع سليمة. المدني. طب يعني موضوع إذا بتسمح لي، موضوع يعني الآليات. نعم. اللي إحنا عم نحكي عنها اليوم، يعني كان في موقف لافت لمعالي وزير الداخلية والبلديات اللي بيقول عنك أنت صديق وعزيز وما بترتكب أي مخالفات، ولكن بمرة من المرات هو عم بيوقع أوراق كان انتبه أنه ما في يعني تصليح لآليات الدفاع المدني، وفهم من هونيك وبالرايح أنه كنتوا أنتوا عم تلجأوا للتجزئة. كان موقفه مهم كتير مع علي الوزير وقت اللي قال العميد ريمو خطار مدير عام الدفاع المدني هو صديقي وما بيرتكب أخطاء، ولكن لحتى نقدر نمشي الحال كان عم بيوقع يعني لتصليح آليات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام. أنتوا ما كان عندكم آليات، وبنفس الوقت بنقول هذه الآليات هي بحاجة مثل ما أنت قلت سيدي لتجديد وتقدر تلبي كل المهمات المطلوبة. طيب أنا رح بلش لك بموضوع الآليات. اللي بدي أقوله أنه نحن عنا حوالي 763 آلية، أجدد آلية هي تاريخ صنعة من سنة 2000، يعني عمرها 20 سنة، واللي عم بيسوقون هن متطوعين وموظفين، بس بالنتيجة مش نفس الشخص، لأنه حسب الناس اللي بيكونوا جاهزين. يعني كل آلية بيسوقها أكثر من شخص، وأنت بتعرف سيارتك إذا بيسوقها أكثر من شخص بتزداد فيها الأعطال، وكيف إذا على مدى 20 سنة، وكيف إذا آليات عم تنساق
بظروف صعبة وبحالات طوارئ. فعندنا 700 ومثل ما قلت لك 63 آلية موزعين بين 235 إطفاء، 135 إسعاف، والباقي آليات متفرقة من دفع رباعي لبوبكاتات لجرافات إلى آخره. كلهم هودي بحاجة لصيانة، لأنه نحن عملنا عمل طوارئ، وعندي أنا 225 مركز موزعين على كل الأراضي اللبنانية. نعم. بكل مركز أنجأ فيه من هالأصناف، يمكن فيه ويمكن ما فيه من هالسيارات. نعم. وسرعة التدخل هي أساسية بعملنا، فلازم يكون هالآليات كلها بجهوزية. هلأ إذا بالوقت السابق لتاخد فكرة، نحن كان صلاحيات المدير العام هي 3 مليون ليرة، كانوا 3 مليون ليرة يعملوا 2000 دولار. ال 2000 دولار كنت ممكن تصلح فيهم شغلة كبيرة، عطل كبير، يعني كان فيك تغير موتور، كان فيك تغير فيتاس إلى آخره. اليوم ال 3 ملايين ليرة ما بيعملوا لك 300 دولار، ما بيشتروا دولاب. ففي عنا مشكلة كبيرة بموضوع هالإصلاح. بيرجع اجي التخفيض الموازنه، يعني اليوم نحن سنه 2021 موازنتنا بدها تتخفض 30%. بيرجع حاليا عم نصرف على القاعده الاثني عشريه. شو يعني القاعده الاثني عشريه؟ يعني الاعتماد المخصص كان لكل تنسيب بالموازنه 2020، كل شهر بحق لنا نصرف 1/12 من الاعتماد المخصص سابقا. الاعتماد المخصص سابقا كان على أسعار شيء، وعلى هلأ اتني أسعار شيء تاني. يعني في عنا مشكلة كبيرة بموضوع إصلاح الآليات حاليا. يلي عم بيصير أنه نتيجة هالأزمة اللي عم نعاني منها، عم بكون في تدخل من الفعاليات بكل منطقة وبكل ضيعة، اللي هن بهمهم يحافظوا على مواطنين وعلى ناسهم. وبالتالي اي اكيد بلديات، واحيانا الناس مقتدرين بيقدموا تصليح الآلية للمركز الدفاع المدني الموجود بمنطقته. نعم، يعني نحن عم نحكي عن تصليح آليات وعم نحكي في عنا ازمه بهذا الموضوع. نعم، يعني الازمه هي مستمره، ولكن كل الناس يعني بتعرف انت على 125 وكل ارقامكم، ما ممكن نتخيل حالنا من دون الدفاع المدني. الدفاع المدني دائما بده يكون حدنا، بده يكون في له دور، ودوره بده يكون معطاء لحتى يخفف عن كل الناس. وهيدي تجارب كل الناس اللي عم يسمعونا، مع كل التقدير للظروف اللي انت عم تحكي فيها، ولكن خلينا نحكي عن حجم الاليات اللي هي عندكم وقد ايه بحاجه لتجديد هذا الاسطول. ولكن موضوع المحروقات، انه هل من المعقول ما يكون عندكم انتم محروقات؟ لانه يعني حضرتك انت قلت انه من خلال كل الامور حتى لجأتوا لدوله الرئيس حسان دياب يلي كان اعطى توجيهاته، يعني من هونيك بالرايح بتمنى عليك توضح لي كيف انحلت هذه المشكله، خاصه انه كان في تبرع كمان ب 100 مليون ليره للاستاذ طلال المقدسي بموضوع يعني المحروقات. لو بتاكد خلينا وحده وحده وبتوضح الموضوع، تفضل جنرال. اوكي، بدايه بدي اقول لك شغله لتاخذ فكره عن حجم المهمات اللي بيقوموا فيها. نعم. الدفاع المدني سنويا، يعني عم بيكون عندنا افريج حوالي 32 الف مهمه بالسنه. هلا بموضوع المحروقات، نحن عملنا كل اللي لازم ينعمل. مثلا بتبلش باول سنه 2019 نعمل مناقصة على مرتين، إجا عارض واحد. عادة إجا عارض واحد ما مشيت المناقصة، عادة بينعمل اتفاق رضائي مع هيدا العارض، وكان في إعاز من وزارة المالية بأنه نمشي بالاتفاق الرضائي. ما صار هيدا الشيء، طلب معالي الوزير أنه نروح باتجاه المنشآت النفطية. نعم. رحنا باتجاه المنشآت النفطية. منشآت نفطية بتبيع المادة بأرضها. أول شيء في عندهم مادة ما عندهم التاني، يعني عندهم بنزين ما عندهم مازوت، وبوقتها كان، وعم نحكي من بداية 2020، ما عندهم أماكن تخزين بالمناطق، ولا عندهم وسائل نقل. يعني بيسلمونا سيربلاس،
طلب ساعتها معالي الوزير انه نتوجه للجيش. توجهنا للجيش مشكورين، لبونا فترة طويلة على اساس انه نحن بدنا نحول لهم من اعتماداتنا اللي موجودة ومتوفرة للمحروقات لنحول لهم اياها للجيش لحتى هن يشتروا المادة، لانه كمان هن عندهم احتياط ما فيهم يستهلكوا. فاللي صار انه لبونا الجيش على اساس انه نحن بنحول لهم. اتضح، بلشنا بالامور الاداريه، اتضح انه ما في قانون بيسمح لنقل اعتماد من الدفاع المدني لموازنه وزاره الدفاع والجيش. فاللي صار هون انه اضطرينا نعمل اقتراح مشروع قانون يلي هو بده ياخذ وقت واخذ وقت. طلعنا فيه على وزاره الدفاع، اخذنا موافقه وزاره الدفاع، اخذنا راي وزاره الماليه، وحاليا راح تحول من الداخليه عبر الداخليه لمقام مجلس الوزراء. بس بهيدا الوقت نحن شو صار؟ خلال لقاء مع دولة رئيس الحكومة مع المتطوعين عرضت عليه مشكلتنا بموضوع المحروقات، عطانا بالوقت عبر الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون على دفعتين 150 150 150، هودي راحوا للجيش لحتى أمنوا لنا المادي. هودي شغلونا خلال فترة الصيف، ولكن بهالوقت بعد يعني كنا بهالوقت كنا ماشيين بالبروسيدور تبع القانون اللي قلت لك عنا من شوي. هلا نحن اليوم وين؟ نحن حاليا خلص هيدا، خلصوا هالمبالغ وانكسرنا للجيش بمبلغ 75 مليون. نعم. الجيش ما بقى قادر يتحمل اكثر من هيك لانه كمان هو عنده صعوباته وما في ينزل عن الاحتياط تبعه، وكثر خير لبونا بكل هيدي الفتره. نعم. بهذه المرحله عم نتابع معك شو اللي صار. هلا اللي صار انه بانتظار القانون يلي هو الحل النهائي. نعم. رجعنا صار في تقديم من قبل مثل ما قلت لك فعاليات بالمناطق، مثل ما ساهموا باصلاح اليات، في البعض ساهم. نعم. بتامين المحروقات لهالاليات، ومثل ما تفضلت كمان من شوي في الاستاذ طلال المقدسي مدير تلفزيون لبنان السابق كمان وغيره، يعني في كتار غيرهم من الدونرز قدموا لنا، ولكن يعني هيدا منه حل نهائي. يعني مش كل ما بدنا نعبي تنكة بنزين بدنا نركض يمين وشمال، يعني هيدي الأزمة بعدها موجودة. نعم. هلأ مؤخرا عملنا شغلتين، رجعنا رفعنا حضرنا دفتر شروط بالتنسيق مع إدارة المناقصات. نعم. والدفتر صار جاهز للتسليم لإدارة المناقصات ليعملوا اللازم القانوني، ولكن مثل ما شايف نحن هلأ بفترة كونفينمون، كل شيء في لوك داون، في كل شيء مسكر بانتظار أنه ترجع تمشي المؤسسات لحتى نرجع نسلمهم الملف لحتى نرجع نمشي بمناقصة جديدة. هيدي من ميل، ومن ميل تاني كمان تواصلت مع مكتب رئيس الحكومة، مع مستشار رئيس الحكومة يلي عم بيتابع معنا كان هالأمر. نعم. من الأول على الآخر، هلأ من شوي كمان كنت عم بحكي معه. في وعد عم بيتواصلوا مع المالية، في وعد لتأمين كمية، يعني يأمنوا مبلغ من المال للجيش لنجرب انه نرجع نمشي مثل ما كنا ماشيين قبل، بانتظار او المناقصة او بانتظار القانون، وبالتالي نحول موازنتنا للدفاع المخصصة، لاعتماداتنا المخصصة للمحروقات للدفاع وتنحل الأزمة. طب اليوم موضوع الهبات، موضوع المحروقات بشكل نعم جنرال، موضوع الهبات يعني الكل بيعرف اليوم انه هلا العديد رح نحكي عنه بعد شوي، ولكن موضوع الهبات يلي عم توصل لعندكم، يا ريت ممكن تعطيني موجز عنا لحتى نشوف آلية الحاجة من خلال مشاكل وحلول لكل الناس المقتدرين ويلي بهمهم مثل ما أنت تمنيت وقلت، يا ريت كل اللبنانيين بيتطوعوا لحتى يخدموا بالدفاع المدني ويخدموا لبنان، نقول كلنا سوا نتعاون لحتى ندعم هذه المؤسسة، هذه المديرية، لأنه واقعها بدل على أنه هي دايما حد المواطن. فمشان هيك بهمني أعرف شو وصلكم هبات بآخر فترة للدفاع المدني.
كلام كتير انحكى عن هالموضوع الهبات بالدفاع بوسائل الاعلام، انحكى ايجابي ولا سلبي؟ ما كان دقيق ابدا بهذا. تفضل وضح وضح. انحكى بجزء منه سلبي. قال اللي بدي اقوله انه نحن بنشتغل مؤسساتيا. نعم. بنعمل بعمل الدفاع المدني والاداره هو عمل مؤسساتي. نحن من اول ما بلشت الازمه، انا عم بحكي ازمه الكورونا. نعم. وبلش يجي هبات، عملنا تعاميم ومذكرات داخليه لطريقه استلام هيدي الهبات، وبلغنا كل المراكز انه ممنوع. نعم. حدا يستلم اي شيء بدون كتاب خطي، في نموذج معتمد بينذكر فيه، بينعطى للدونر للواهب، بينذكر فيه انه انا فلان الفلاني او الجهه الفلانيه بدي اقدم الشغله الفلانيه. نحن هبات ماديه ما بناخذ، نحن بناخذ كلها هبات عينيه. انا بدي اقدم الشغله الفلانيه بقيمه كذا لصالح الدفاع المدني، وهيدا عنواني للتواصل معي. بيبعتوا لي اياها لهون، نحن هون بنبعتها، بتتسجل بالمكاتب المختصه، بتتعالج مثل ما لازم، وبتنبعت على مقام مجلس الوزراء عبر وزاره الداخليه لاصدار مرسوم قبول هبه، وبالتالي بيرجع بيتبلغ صاحب العلاقه وبتفوت بالقيود تبعنا وتوزع على يعني على المعنيين وفق معايير معينه، الا اذا الدونر الواهب قال انه انا والله بدي اعطي هيدي سياره الاسعاف للمركز الفلاني، انا جايبها لصالح منطقتي للمركز الفلاني، ساعتها تلقائيا بتروح له مثل ما هو طالب، لانه الدونر هو له حق التصرف بالهبه اللي باعتها. اما اذا ما كان ما 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 حدد هو بده يعطي الدفاع المدني بشكل عام، لانه بيقدروا يتقدموا حتى ب ب ب ب بهبات مباشره لاداره الدفاع المدني، نحن هون ساعتها بنقدر بنعطيهم شو الحاجات الملحه لنا، وهن حسب المبلغ اللي مقررين يدفعوه بيجيبوا لنا اياهم، ونحن هون بنقدر مين اللي عنده التدريب على هال المعدات هيدي، وبطريقة بيتوزعوا ضمن معايير معينة. نعم. على كل المراكز اللي متابعين دورات مختصة بهالمعدات هيدي، بشكل انه الهبات كلها مقللة وكلها موثقة. طيب. وتستلم من قبل محسن المعدات يعني من الواهب. تنسمي الهبات اللي انتم تسلمتوها، يعني ياريت ممكن بس تسمي الهبات يعني اللي تسلمتوه اللي كنت حضرتك هلأ عم تحكي عنها. يعني أنا بدي أحكيك بالأشياء المهمة الأساسية، خلينا طبعاً. نقول يعني تفضل. إجينا أكيد إجينا مثلا 20 سيارة إسعاف بمختلف المناطق ومن جهات مختلفة. نعم. في بعد في أشياء بعد بانتظار صدور المراسيم تبعي، يعني راحت المراسيم بعد. نعم. ما رجعت. اجينا مثلا 7 اليات اطفاء، في 2 بعد بانتظار صدور المراسيم، في عنا اذا بتتذكر سابقا مشروع الموتو امبولانس كمان هيدا حوالي 26 دراجة. في عتاد فردي وعتاد حريق وغيره، اجى من عده جهات، اجى من مصدر من يعني مش قدام الليستا كلها سوا، ولكن اجى من بريطانيا، اجى من كندا. عتاد فردي من فرنسا بسيط. شو اجى؟ بسيط يعني المستعمل من فرنسا. اجينا اليتين اطفاء، واجينا كمان 4 اليات اسعاف. نعم. يعني مثل ما قلت لك مش قدامي هودي التفاصيل، بس هيدا اللي بتذكر. نحكي عن مليون دولار من فرنسا. اثنين اسعاف او العكس. للتصحيح نحكي عن مليون دولار. لا، المليون دولار هيدي هبه اجت من الصين. من الصين. هيدي المليون دولار اجت. نعم. هبه من الصين عبر وزاره الخارجيه. تعالج الموضوع بالطرق القانونية ونزلوا بحساب الـ 36 تبع الدولة. نعم. ومن جمعة كان في مراسلة عبر الداخلية، وانتبه هن محددين وجهة استعمالها للهبة،
فمن اسبوع تقريبا صار في مراسلات بهذا الموضوع مع الداخليه لتحريك هالملف، لانه اليوم بتعرف هيدا انحط بمكان معين كدولار بده يرجع يتحول وينشغل، وطريقه طريقه استعماله كيف بدها تصير، لانه هيدي شغله اول مره بتصير. الهبه هي للدفاع المدني، انحطت بحساب الهبات تبع الدوله اللي هو الحساب 36. ففي اليه يعني في اليه جديده بدها تنشا للاستفاده من هيدا المبلغ. طب جنرال، يعني كل هالمواضيع اللي عم نحكي عنها، الشروط اللي هن حاطينها، نعم كل هالمواضيع اللي عم نحكي عنها مهمة كتير، ولكن بدها رجال على الأرض مثل ما كانوا عناصر الدفاع المدني بكل المراحل حد كل الناس. كيف بدنا نشتغل لحتى نقدر نطوع يعني أو نثبت المتطوعين ونطوع الراغبين وفق شروط تكون واضحة للجميع؟ يا ريت يعني تشرح لي هذا الموضوع بالختام. موضوع المتطوعين، الحقيقة أنا من أول ما استلمت الدفاع المدني كان في قدامي شغلتين تنقدر نطور هيدا الجهاز، في موضوع العتاد وفي موضوع البيرسونال. الموضوع العتاد ما فيك تفوت فيه قبل ما تكون حليت مشكلة البيرسونال، لحتى هن اللي بدون يتدربوا على هالعتاد اللي بدو يجي، وإلا بيجي العتاد وبهور وما في من يشغله. من هون عطينا أولوية للقانون يلي صدر، القانون 289 اللي صدر سنة 2014 ورجعت صدرت المراسيم التطبيقية بال 2018. وعملنا يلي القانون بيقول انه في مباراة محصورة بيعيد القانون بيعود تنظيم هيكلية الدفاع المدني، وبذات الوقت بيثبت المتطوعين ضمن آلية محددة بمباراة محصورة بالناس اللي بحق لهم، يعني يلي بده يكون اكمل 3 سنوات قبل صدور القانون، يعني قبل 2014. بهذا الإطار نحن كمان النص بيقول انه لازم تجرى المباراة بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي. اللي عملنا التفاهم مع قوى الامن الداخلي، وما بقى الا تحديد العدد من قبل مقام مجلس الوزراء. قديش في متطوعين جنرال اليوم بالدفاع المدني اذا ممكن بس اللي قديه عدد المتطوعين اليوم؟ انتبه، في قديش هلا موجود، وفي قديش بحق له بالتثبيت. نعم. اللي بحق له بالتثبيت غير العدد الموجود، يعني نعم. خلينا نكون نفرق بين هالرقمين هودي، يعني هذا في عنا فوق 6000 تقريبا هلا موجودين عم بيساعدونا. وانا بهيدا الاطار انا يعني اللي يعني نحن بنتمنى من كل مواطن يتطوع ويساعد بالدفاع المدني، لانه نحن هيدا الشيء بيرفع لنا من جهوزيتنا. وبذات الوقت اليوم كل مواطن بيتطوع، على فكره هون صار في اشكال بموضوع منح البطاقات تبع المتطوعين. نعم. احدى وسائل الاعلام طرقت لهيدا الموضوع. اول شيء النقطه اللي بدي اوضحها، صلاحيات المدير العام هي منح ووقف وسحب اي بطاقه لمتطوعي الدفاع المدني، هيدي نعم. صلاحياتي انا. أوكي. نحن كل سنه بحوالي بالخريف تقريبا بنوقف منح البطاقات لانه بنكون بدنا نبلش نحضر للسنه اللي بعدها. نعم. ما بقى محفز الخبريه، ولكن بعد انفجار المرفأ ركضت العالم بدها تتطوع، نحن ما فينا نقول لهم لا، بالعكس نحن بنتمنى انه يتطوعوا العالم عنا، وهيدا شيء مفخرة لنا إذا بدك، إنه يزيد العدد والناس تكون عم بتحبنا بهيدا الشكل وعم تجي لعنا بهيدا الشكل. وحتى نحن هودي الناس بيخضعوا لدورات ولإسعاف وإنقاذ وغيره، يعني حتى لمن بيترك الدفاع المدني نحن رسالتنا هي نشر التوعية والإرشاد وكذا بكل، وعنا إشياء تدريب بنعملها بكل المناطق بالأيام السلم قبل الكورونا وقبل الكونفيدمون. اللي بدي اقوله انه نحن كنا بموضوع المتطوعين ركضوا علينا العالم بعد قصه المرفأ، من بعد ما كنا وقفنا البطاقات رجعنا استثنائيا صرنا نمنح حول الناس، وانا ملزم اني امنح حول لا. الناس، لانه اليوم اذا تعرض هذا الانسان لاصابه خلال مهمه معينه ما بيغطيه التامين اذا ما معه بطاقه، لذلك في حاجه ملحه انه يكون عنده بطاقه.
وضحت. وبذات الوقت كمان اجينا الناس من اصحاب الكفاءات العاليه واختصاصات معينه، هودي مفخره للدفاع المدني، وهودي نحن يعني بنفتخر انه في هيك 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 مجموعه من الناس اقتنعوا فينا واجوا بدهم يقدموا خدماتهم بالمجالات تبعهم لالنا. هيدا يعني بموضوع ال بالنسبة لموضوع المتطوعين، بنرجع للموضوع التثبيت. نحن خليني بس مرق لك هالشغلة، نحن كنا عاملين التفاهم مع قوى الأمن الداخلي ونحن جاهز موضوعنا لإجراء المباراة، ولكن في مشكلة بدها قرار على مستوى مجلس الوزراء. وصار تواصل مؤخرا مع معالي الوزير بهيدا الإطار وأكد على هيدا الشيء إنه الموضوع بحاجة لقرار من مجلس، أكد لنا على هيدا الشيء إنه ما فينا لا نحن ولا الداخلية نتفرد بأي قرار بهيدا الشأن، بده قرار من مجلس الوزراء لا حتى يحددوا لنا العدد وبالتالي والموازنة، لأنه اليوم نحن بسنة 2020 لمن طلعت الموازنة مثل ما كانوا وعدونا إنه بيعطونا مصاري، عطيونا فقط 25 مليار، 25 مليار ما بيكفوا للعدد اللي بحق له يتثبت، نحن بحاجة ل 80 مليار. فهيدا الموضوع برجع بقلك بده قرار على مستوى الحكومة بالعدد ويكون مأمن المال لهيدا الشيء. إن شاء الله كل هالمواضيع نحن كمتطوعين يعني إعلاميين معكم بهمنا نضوي دائما على الحقائق والمواضيع المهمة الصادرة رسميا عنكم. اسمح لي أنا أشكرك ومن خلالك نحيي المتطوعين، نحيي الموظفين، نحيي العمليات صديقنا جورج أبو موسى وكل القائمين على عمل الدفاع المدني. توجيهاتك وجهودك مشكورة جنرال، أنا من كل قلبي بدي أشكرك وقول لك أهلا وسهلا فيك بالختام. أنا بدي أقول لك إنه أكد لك إنه عمل الدفاع المدني هو للناس ولخدمة الناس على مدار الساعة، وبهذا الإطار في تضحيات عم تبذل من قبل هالمتطوعين ومن قبل هالعناصر، يعني كل يوم كل مهمة نطلع فيها في عنا حدا بينصاب مثل ما صار بطرابلس من يومين، كان في عنا حالة حرجة، وأوقات بيصير في عنا شهداء، وأنا يعني بنحني أمام شهداء الدفاع المدني وشهداء فوج الإطفاء وكل جهاز بيعمل بمجال السلامة العامة، بس يعني ولكن في ظلم وتجريح بعمل الدفاع المدني. نحن حدكم جنرال، نعم صدقني نحن حدكم لحتى نرفع الظلم ونعطي كل انسان حقه والتنكر لحقوقهم بهيدا الاطار. من هون انا بطالب انه ضروره الالتفاته لموضوع المتطوعين. ان شاء الله خير جنرال، انا بدي اشكرك. واللي بدي اقول لك اياه انه مهما قست الظروف علينا بكل المجالات نحن رح نضلنا نلبي النداءات الاستغاثه ونداءات الطوارئ بالمتوفر وبالمتيسر. اهلا وسهلا فيك. شكرا العميد ريمون خطار مدير عام الدفاع المدني. اصدقائي طبعا نحن رح نتابع معكم ولكن هي محطه لحتى نقول شكرا، شكر خاص لمديريه الارسال الارضي والبث الفضائي بتلفزيون لبنان، كمان شكر للزملاء فريد ابو حيدر وفؤاد اقبالي اللي كانوا معنا مباشره من المديريه العامه للدفاع المدني. هلا المحطه لبريك وبعد منكون مع نقيب المخابز والافران ببيروت وجبل لبنان علي ابراهيم، بريك وبنرجع. بعدنا معكم ومتابعين سوا مع ضيفنا نقيب المخابز والأفران في بيروت وجبل لبنان علي إبراهيم. نقيب أهلا وسهلا فيك. صباحكم صباح مشاهدين تلفزيون لبنان حبيب قلبي، ودائما نحن الحمد لله على السلامة من كورونا. الله يسلمك وطول عمرك وخلي عرسانك حبيبي جنرال. طبعا ريمو خطار كان عم يحكي عن هموم الدفاع المدني وقلت لي انه هالشباب محقين أكيد. يعني تدعم انت أكيد هذه أنا الجهود. بشوف ان هالشباب يعني قديش بيعطوا للبنان ولوطنهم وقديش بيقدموا تضحيات وهذا، وما بشوفهم الا بالشارع عم يضلوا يطالبوا وما حدا برد عليهم، يعني شيء حرام، يعني شيء حرام. الله يقويهم الله يقويهم ويقويكم انتم. ولكن موضوعنا هلا بدك تقول لي الخبز، دائما بتقلي انا بحب اطلع بمقابله معك تنقول يا جماعه بده يرخص الخبز. ما بعرف امتى رح توصل هالساعه،
ما بعرف انا صرت بتمنى انه اجي لما بينزل سعر الخبز، بتمنى شي نهار ينزل سعر الخبز لحتى اجي بشر الناس. طب اليوم الوزير قال انه او بيان الوزاره نظرا للارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصه العالميه وارتفاع سعر صرف الدولار وحفاظا على الامن الغذائي وبناء على ارتفاع سعر طن الطحين وبناء على دراسه علميه لمؤشر سعر ربطه الخبز، حدد وزير الاقتصاد سعر ووزن الخبز اللبناني الابيض للربطة الكبيرة 930 جرام نعم. ب 2500 ليرة والصغيرة 450 ب 1750 صحيح. 930 يعني انه 30 جرام زيادة يعني تصور 900 تصور لا هي سبعة رغفة بعدها سبعة رغفة بس زدنا الوزن يعني هلا بتوسع الرغيف شوي ايه بنكبر وزن العجين بس تصور انه ما بخلونا 900 930 يعني تصور انه ليش بيحاسبونا على الجرام نعم بيحاسبونا على الجرام نعم. الطحينات اللي طلعوا قديش طلع سعر الطحين طلع بيطلع لنا هالقد طلع نحن بيطلع لنا طلع يعني صار طالع بدك تقول من 684,000 ل 900 للمليون و20,000 مليون للمليون و40,000 نعم. هلا اليوم مليون و40,000 وفي ناس بتتساءل بتحط الكره بملعب الافران بتحط الكره لانه نحن بمواجهه الناس ما في غيرنا بمواجهه الناس بالافران طيب هالفران شو له علاقه بموضوع اذا بيطلع سعر الطحين شو بيعمل اذا بيطلع سعر الطحين ومش نحن عم نطلع مثل غيره يعني شو العمل طيب خليني بلونا شو العمل شو نعم. العمل مش بعدين مش نحن اللي منسعر نعم. مش نحن اللي منسعر دائما هلا في هلا الصبح كنت انا في وسائل اعلام مثلا بتقلك انه إيه طيب وليش ما بتطولوا بالكم طيب كيف بنطول بالنا نحن لما طون الطحين ب 684 صار 900 هلا مليون و40 الف طيب كيف يعني بنطول بالنا بنسكر افراننا يعني شو بنعمل يعني اخذ عليك انك انت قلت كافران انه انتو طبيعي ينعكس هالشي على سعر ربطه الخبز لانه الافران ما عم بتحقق اي ارباح مكاسب نعم. بل عم تدفع حق طحين طبعا اكيد شيء طبيعي خلينا نحسب يحسبوا قديش طلع الطحين وقديش الفران طلع له تصور انه حطوا 30 جرام تصور انه حطوا 30 جرام حطوا فرق الطحينات اللي غليوا عليهم وحطوا على يعني كل رغيف بده يزيد 5 جرامات يعني اذا 6 7 رغيف 5 جرامات نعم يزيد 5 نعم. جرامات تصور انه حاسبونا انه انتم بيطلع لكم هالقد طلع الطحين سعره هالقد انتم لازم تعطونا 30 جرام زياده اعطينا 30 جرام زياده طب اليوم الناس اللي عم بيتابعونا بكل صراحه انت بتطمنهم انه نحن رايحين مثل البنزين رح يصير في يعني تسعيره تصدر عن الوزاره وزاره الاقتصاد كل فتره قديش رح تكون سعر ربطة الخبز ان شاء الله انا بتامل الجمعه الجايه يتراجع سعر الطحين نعم يتراجع سعر الطحين لحتى انا اطلب منك تستضيفني لحتى تبشر شي مره تبشر شي مره انه ينزل سعر الخبز لانه صار عندي قلق انا هلا ما بقى ينطبع يعني السعر على مطبوع هلا انا اذا عندي 2 طن نايلون شو بدي اعمل فيهم؟ ما مطبوعين وضروري انا يكون عندي 2 طن نايلون وغيري ضروري يكون عنده نايلون لانه نحن بوضع مش مريح مفروض كل فران يكون عنده ستوك ان كان نعم. كان من خميره كان من سكر كان من طحين مفروض يكون في ستوك لا هذه هلا لا يخلصوا هذول النايلونات كله بيرجع بيتعدل وان شاء الله بيتعدل بالنازل بكره يعني اليوم نحن حكينا بفتره قريبه وزاره الاقتصاد الحاليه زادت نعم ولكن انتم كان يكون عندكم معارك مع وزراء اقتصاد سابقين ما كان حدا يقبل يزيد الرغيف او ليره يقول لك هلا هذا الرغيف هلا هذه دراسه نعم. معموله نعم. خلص صارت على طول مين اللي عملها هاي وزارتك هاي ممضيه من مين ممضيه نعم. هاي مدير مكتب الحبوب نعم. هاي ممضي من مدير مكتب الحبوب هلا اي الوزير هو الحكم استمراريه نعم. وزير الاقتصاد بده يجي بده يطلع بهاي الدراسه هاي بده يطلع بهاي الدراسه لانه هلا خلاص ما بقى في مخانقه نزل الطحين مفهوم قد سعر الطحين نعم. يعني بالفعل انه خلصنا مشاكل خلصنا نحن مشاكل سعرنا على الدولار لحتى عم نلحق سعر صرف الدولار نعم ولا سعرنا على الدولار هلا نعم. اخر مره سعرنا على 8900 اخر مره سعرنا على 8900 او 8800 بفتكر يعني اذا غلي كمان اكثر كمان بدنا نغير اكيد ملحوظ انه دائما هلا نحن سعر نحن هذيك اليوم هذيك المره طلع ويمكن وصل ل 9300 ولا 9.5 ما نزلنا على الوزاره ولا حكينا مع انه نحن هذا الاتفاق موجود ما نزلنا نطرنا وما حكينا يعني يعني انا اذا طلع 200 300 ليره مش راح اكون بالوزاره ثاني يوم طب بس الخبز الفرنجي انتم يعني البعض بيقول انه صار رغيفين ب 1000 في بعض المحلات وماركات بيقولوا لك الرغيف الواحد بألف وناس ثلاثة وناس أربعة وكل فرن ببيع على زوجه حسب المنطقة حلو أنا عامل لك حسب المنطقة نعم لأنه هذا امبارح سعر هذا طحينه امبارح سعره مع نعم. الوزير الاقتصاد سعر الطحين هذا نعم. هذا مش طحينه حقه مالو
مليون ونص، هذا حقه مليون وخمسمائة ألف إكسترا يعني. إكسترا حتى سوبر إكسترا اسمه. نعم. سوبر إكسترا، في إكسترا وفي سوبر إكسترا كمان. نعم. يعني كل صنف في له طحين خاص ينشغل فيه. خلينا نخلص من قصة انه والله بتشتغلوا طحين الخبز المدعو، طحين المدعو تعملوا فيه كعك وتعمل. الحمد لله الحمد لله انفهمت هاي القصة وارتحنا من هاي القصة الحمد لله، انه في طحين خاص للكعك وللمناقيش، حتى المنوشي إلى طحين خاص، مش هذا الطحين اللي تبع الخبز. طب اليوم يعني اذا بدك تسمح لي، نقابة عمال المخابز علت الصوت وعم بتقول بعدم المس بالرغيف. يا لطيف، وين في نقابة عمال المخابز داخلها؟ في نقابة عمال المخابز؟ ولو في؟ ولو كيف؟ طيب هات لنبر مع فران لبنان نحن. نعم. كلها فران لبنان كلها. من عمل حملة على اساس بده يبعثوا لكم موظفين او عمال وينهم؟ نعم. وين؟ وين؟ انا اللي طالبت فيهم، هني ما عملوا حملة، انا طالبتهم وامبارح طالبتهم وكل يوم طالبهم وكل يوم طالبهم. انا ما بدي اكون نقيب منتحل صفة. اوف، لأي حالة منتحل صفة؟ نقيب منتحل صفة لما عنده عمال لصناعة الرغيف، نقيب منتحل صفة لما عنده عمال لصناعة الرغيف. نحن عمالنا كلنا أجانب بصناعة الرغيف، إذا فلوا بصير في عنا أزمة خبز، إذا فلوا بصير في عنا أزمة. ما في لبنانيين، ما في لبنانيين عم بيشتغلوا بالأفران؟ ما في ولا لبناني بيشتغل بصناعة الرغيف. لا بيشتغل. إذا رات ما عم تدفع لهم ما بيشتغل اللبناني بصناعة الرغيف، ما بيفيق بالليل. نعم. ما بيتحمل الحرارة، ما بيشتغل. طب إذا بتسمح لي نقيب، ولكن اليوم كل الأفران ممكننة. نعم. ليش ما بيشتغل؟ لو كانت ممكننة في وقت، في أشياء، في حرارة بالفرن، درجة حرارة بالصيف 45-46، اللبناني ما بيشتغل. ما مع أنه معاشات كتير منيحة بالفرن يعني، بس ما بيشتغل. إذا بتسمح لي بدنا نأخذ اتصال من مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري في لبنان جيريس بربيري. يسعد لي صباحه. ألو. ألو يسعد صباحك، أهلا. اشتقنا لك سعادتك. اهلا وسهلا فيك. هلا استاذ نونا، اهلا وسهلا. يعني اليوم ما لك زمان معين كثير، وبهذه المراحل موضوع الخبز هو بالواجهه، قديش بتشعر انت باحراج بموقعك وقت يلي بتسمع انه انزاد سعر ربطه الخبز؟ وطبعا الزوده هي مبرره للي كان عم بيقوله حضره النائب هلا. والله بنيك على هالسؤال استاذ نونا، يعني منا هي واحد نحن من هالمواطنين. نعم. ويلي ما بيشعر مع العالم ومع اخوته ومع المجتمع معناتها منه من العالم. نحن اللي بدنا نعلي ربطه الخبز ما منا شغله هينه وبسيطه، وانه والله عليناها لانه طلع بينا نعلي، او لانه نحن نأمين على المستهلك بدنا نرفع له الربطه او نوجعه. نعم. مثل ما بتعرف عالميا سعر ربطه، سعر القمح طلع من 200 دولار من وقت ما تعينت انا، كان بحزيران بتموز. نعم. كان ب 200 دولار طن القمح. حاليا 325. شهر الماضي كان 275. طيب كل شيء بلبنان لحق بعضه عم يغلى، المازوت. نعم. غلي، الصيانه غليت مثل ما قال النقيب، عندك الجنزير اذا كذا، هالدليفري يلي بيودي تحت بيتك، انت فيك تشتري من الفرن بهذا السعر، بس يلي عم يروح يوديها وعم ياخذ عليها 250 ليره اذا ما بجمع دولاب، بده يشتري دولاب بالدولار. نعم. يعني ربطه الخبز منا هي دغري هيك عليت، فيها عده ايتمز، فيها من الطحين للمي للمازوت للنايلون لكذا شغله. خميري. نعم. والخميري وعده اشياء كذا، يعني عم نقول نحن عندنا دراسه معموله من شركات اجنبيه، ونحن على تواصل مع النقباء بالافران ومع الشباب. نعم. مش هيني انه والله طاوع طلع بالنا طلع القمح منا عليكم، لا. في اجتماعات وتنسيقات وتواصل دائم نحن وياهم، ما نضل كل جمعه بجمعتها، يعني بيطلع القمح بنغلي نزل بدنا نرخص، مش انه والله طلع بدنا نعلي، اكيد هذه شغله موجعه على المواطن. نعم. بهيدا الظرف الاستثنائي والظروف العصيبه اللي عم نمر فيها. سعادتك يعني نحن بدنا نفهم من خلال اللي عم بتقولوا انه رح نروح مستقبلا نحو تحرير سعر ربطة الخبز نهائيا؟ لا 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 لا، هاي لا. دي اشياء خاطئة العالم ما بعرف. نحن طول ما في اشياء لعب والدولار وغيره، نحن سياسة الوزارة بنضل ندعم القمح والطحين والرغيف رقم واحد. بعدنا بنعتبر الخبز مدعوم يعني؟ طبعا على طول، نحن ما راح نشيلها من قصة الدعم الا اذا استقر الوضع ومش الحالة. نعم. طبعا نحن ما راح نقبل ساعات المدير ارتفع الدعم عن القمح ابدا 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 ابدا. هذه شوف النقيب الطيب يعني قلبه على الناس، قلبه على الناس ما بده. لا لا لا، ما احنا اصلك مش من الناس، ما بيشعر من الناس. يعني العالم بيوجهوا لنا اصابع، نحن بموضع المسؤوليه وكتاب معرض.
وعم ناخذ قرارات بس موجعة، بس عم نضل نحدد لهم خسائرهم الافران، يعني مش عم نطلقها مثل ما هي بدها ومثل ما عم تطيح، يعني عم نصغر لهم المارجن بدل ما يربحوا ما نقول 15 عم يربحوا 10 و11 9 حتى اخر مره زدناها 9 و9 ساعه المدير 9 الارباح كانت 900 جرام عملناها 930 يعني عليت 3% وزن، قالوا زادوا 250 زادت 250 يلي هي 10% من 2250 نعم، ولكن زدناها 3% 30 جرام من 900 930 جرام. طيب اذا بتسمح لي بس شوي سعادتك، يعني هالموضوع اللي عم نحكي فيه وانا سالته من شوي للنائب، رح نوصل لمرحله نصير ننطر النشره الصادره عن وزاره الاقتصاد لحتى على اساسها تتسعر ربطه الخبز؟ نحن مفروض اذا كانت الامور مستقره بتصور يمكن كل اسبوعين كنا نعمل اعاده نظر، ولكن هلا بظل هالارتفاع الجنوني برا بسعر القمح، لانه بتعرف هلا موسم احنا ما عندنا مخزون قمح بلبنان هلا ابدا؟ كان يضل عندنا الاهراءات ونضل فيها حبوب من علف من درة من صويا من شعير من قمح. هلا عاده وين عم نخزن نحن بالمطاعم؟ هلا عندنا بس شوي ب ب مفروض يكون كان بالبائع من القمح البلدي بالمطاعم بالعمارة، ولكن ما قدر الدوله ما معها مصاري، يعني هذا الوضع الاقتصادي العام ما في ما قدر نشتري من المواطن او ندفع للخسائر يلي بنيوا فيها تجار القمح نعم. او مزارعين يعني بنطمن الناس اذا بتسمح لي مدير انه ما في تحرير لسعر ربطه الخبز، رح يبقى الخبز مدعوم وطبعا رح يخضع لاليات الاسعار العالميه وسعر صرف الدولار وكل المواضيع اللي انتم شرحتوها. ان شاء الله بوقت قريب نحن بنتشرف نلتقي معك بالاستديو مباشره على الهواء. انا بدي حملك سلام لمعالي وزير الاقتصاد ولكل الفريق اللي حواليك عم بيساعدك، يعطيك العافيه. الله يديمك، الله يحفظكم، ممنونك كثير استاذ نور. شكرا سعاده. يعطيك العافيه سعاده المدير. الله معكم، الله معكم. شكرا. يعني بنرجع لموضوع كنا عم نحكي عنه قبل الاتصال، موضوع العماله بالافران، قلت لي لانه هذا الموضوع كثير مهم وبهمنا نحن انه نقدر نلفت النظر للحاجه لعمال لبنانيين لحتى نقدر نساعد، ولكن يعني العمال اللبنانيين اذا تواجدوا بياخذوا نفس المستحقات اللي بياخذوها الاجانب ولا نحن على استعداد نعم. ندفع اكثر، بس هذول كيف بدهم يتدربوا؟ نعم مش حيلا واحد نحن كيف في بلديه الغبيري قبلت استعداد الدرب؟ لا يومتها انا كان عندي نعم. مقابله على المنار نعم، وانا قلت انا بدي 300 عامل لبناني مختصين بعمل الافران بصناعه الرغيف. تحور كلامي مختصين، يعني عم تصعب لهم اياها. طيب انا مين ما كان في ينزل يعجن، مين ما كان في ينزل يشتغل بالرغيف، مش مين ما كان، ما بدنا نحافظ على الانتاج ونطلع. كيف بدنا ندرب الشباب؟ كيف بدنا ندرب العمال؟ بكل بلاد العالم بيبقى في مدرسه، كل بلاد العالم في مهنيه، في مهنيه، ليش في فندقيه؟ ليش في فندقيه؟ في مهنيه بفرنسا، في مهنيه لعمال الخبز بفرنسا. طب هلا العمال اللي عندكم وين مدربين؟ العمال اللي عندنا هذول بالافران دربوا بالافران، دربوا بالافران، دربوا فينا يعني، دربوا فينا. ايه بس وين؟ كل واحد عنده عمال الن الن مدي، يعني عرفت كيف؟ يعني ما فيك حيلا عامل تجيبه وتقول له انزل اشتغل بالفرن. نحن جربنا هذيك اليوم، نحن جربنا بالفعل جربنا، يعني ينزل يوقف ساعه ويقول لك يعطيك العافيه فل. طب شو مستقبل يعني هالمشكله انجازت؟ نحن عندنا هلا عندنا مشكله، لانه انت عم بتقول انه النقيب منتحل صفه او ما عنده امكانيه او ما عنده، لما بيطلع بيحكي بسعر الرغيف خليه يحكي بالعمال، شو بده بسعر الرغيف؟ شو بده بهالمزايدات وهالمهاترات؟ يحكي بسعر، ما يحكي بسعر الرغيف، يحكي بالعمال بتنظيم عماله، هل عنده عمال لصناعه الرغيف؟ كل شوي بنط بيحكي بسعر الرغيف. طيب يفضل يجيب لنا قمح او يعمل استقرار بسعر القمح. هيك يعني بدنا نزد كلام جزافا بس حدا يدفشنا لنحكي هالحكي؟ هذا الحكي تحريضي انا بعتبره. مين هذا الحكي تحريضي؟ حدا يدفشوا ليحكي؟ اكيد حدا يدفشوا، اكيد حدا يدفشوا، هن بيعرفوا مين، اكيد حدا يدفشوا بيعرفوا مين. وانت عارف كثير عارف اكيد انا بعرف، واكيد انا بعرف مين يدفشوا. هذا الحكي حكي تحريضي ان كان من اي كان حكي. نحن يحطونا بمواجهه الناس بالنسبه للرغيف، هذا كلام تحريضي، هذا كلام تحريضي. كل شيء بيغلى بالبلد بيحكوا بالرغيف، اللي بده يعمل شعبويه واللي بده يحكي بيجيب سيره الرغيف، عرفت كيف؟ بيجيب البيضه حق نص ربطه خبز، البيضه حق نص ربطه خبز. الكرتون 16000 منيحه يعني. لا الكرتون ب 22000، المدعوم يعني وين بتلاقي؟ وين في؟ وين موجود؟ وين؟ ما بتلاقي. حق 22000 مش صحيح، علبه اللبنه حق 12000. ليه؟ شو السبب؟ انه
بتوجهوا على الريف وتحرضوا والتحريض بيكون على الريف. هذا خلينا نخلص من هالقصة. بس كمان بدي منك سؤال، يعني الشارع بيسألوا بيقولوا انه الافران بنقوا كثير، وعذرا لهالكلمه بترجيك، ولكن ببيعوا غير شيء. شو هو الغير شيء؟ ببيعوا كعك، ببيعوا بيتي فول. طب ما قلت لك انه طون الطحين تبعه سعره معالي وزير الاقتصاد امبارح، طون الطحين تبعه غير طحين هذا، حقه مليون ونص، حقه الطون مليون ونص. انه بيكون سعره مثل الخبز يعني؟ مطحينه اغلى وشغلته اغلى، ما هذا مطبخه لوحده، مش عم نشتغله نحن مع الخبز. معلش شيء خلينا نطلع منها. الحركه اليوم كيف السوق مع الاغلاق؟ لا الحركه اكيد ابطا، اكيد ابطا. ايه ابطا الحركه. بقولوا بالبيت العالم ناكل اكثر. لا ابطا الحركه، مثلا اللي بده يجي على المنطقه اللي عندك ما بيقدر يجي، ما في يتحرك الواحد مثل ما بده يروح محل ما بده. هالحركه كمان بتاثر عليكم؟ اكيد طبعا طبعا. طب اليوم نقيب، يعني مشكلة الرغيف بنحكي عنها دايما، ولكن بهذه المرحلة وصلنا إلى منحة تفصيلي، يعني عم نحدد وانت اللائحة واضحة بين ايديك وتقول يا جماعة نعم. هذه هي الكلفة، وطبعا عم نحكي نحن على الورقة والقلم. أبدا. يعني بعد اليوم للناس اللي عم بتابعونا وقت اللي بيسمعوا ما في تحرير، ولكن بده يصير فيها هلا، بدنا نتحمل يعني الاسعار العالميه. اكيد الاسعار العالميه بدنا نتحملها. شو بنعمل اذا الاسعار عم ترتفع عالميا؟ واللي ما بيصدق بفوت على البورصه تبع القمح يشوف قديش كان وقديش صار. ما بدنا نطلق كلام جزافا. يعني انا كثير امبارح كانت عندي قلق، عرفت كيف؟ صرت بسمع تحريض انا على 250 ليره تحريض. ليش عم تحرضوا على الافران؟ روحوا لغير الافران. نعم. طيب انتوا المطاحن رفعت السعر، مش نحن اللي رفعنا السعر، المطاحن اللي رفعت السعر يا عالم. بناء على قرار وزير الاقتصاد، لانه ارتفع القمح او المطاحن ما بتشتغل. ليش بتروحوا على الافران؟ دائما توجهوا التهمه للافران. شو السبب؟ كل شيء بيرتفع على اساس ارتفاع سعر الطحين. طبعا ارتفاع سعر الطحين وسعر صرف الدولار صرف الدولار، لانه نحن عندنا 20 30% على الدولار. هول الاساسيات. وبتمنى برجع بقول لك انه بشر شي مره بنزول سعر ربطه الخبز. انت حاسس انه رح يصير في بتامل نزول. يعني بنتامل ان شاء الله بصير ان شاء الله، اذا بألفوا حكومه ليش لا؟ كله متعلق بالسياسة. إذا بألفوا حكومة. نعم. مش هذيك اليوم لما قالوا كلفوا لقولت الرئيس سعد الحريري نزل الدولار لستة آلاف. نعم. طبعا بيعمل فرق إذا نزل من 9000 لستة آلاف، بيعمل فرق. أنتوا اليوم طبعا بيكون كله باللبناني. شو هيدا؟ بتبيعوا كله باللبناني. كله باللبناني طبعا طبعا، وبندفع بالدولار، النايلون بالدولار، قطع الصيانة بالدولار، أي شغلة بدك تغيرها بالدولار للصيانة. المحروقات أنتوا عندكم محلولة؟ لا ما المحروقات محلولة. الحمد لله نحن بمنشآت نفط الزهراني وغيره عم نتأمن دائما حتى لما بكون في أزمة، لأنه قطاع الأفران خط أحمر بالنسبة لل. طب اليوم يعني بالغلي اللي صار نقيب، إذا بتسمح لي، يعني موضوع المنقوشة قالوا أنه بطلت منقوشة الفقير. صحيح. يعني بهذا المنحة يعني يا ريت بس بتوضعني أنت بالمعجنات وهذه الأصناف كلها ارتفعت. هذيك اليوم لما نحكى على طحين الإكسترا وهذا، المطاحن وقف التسليم هذا الطحين، وقف التسليمه في افران للمناقيش، بطلوا يتسلموا، وقفوا ما اشتغلوا، سكروا، لانه المطاعم ما سلمتهم. نعم. المطاعم ما سلمتهم، بس عملت الطحين 1,300,000 و1,400,000 سلموه. بس طبعا كمان عم بيبيعوا بغلا. ايه غلا، شو بيعملوا طيب؟ بيبيعوا بيضلوا يبيعوا بنفس السعر؟ ما بيقدروا. هالمرحله اللي نحن فيها انت كيف شايف رح نقطعها نحن؟ يعني قلت بدي شوي انه يلا صعبه كثير، صعبه، يعني شايفها صعبه كثير. نعم. شايفها مرحلة صعبة، وشايف القمح أنا إنه بعد بده يرتفع. ليه؟ لأنه في عوامل مثلاً. في عوامل ما بعرف شو عندهم كورونا أثرت على القصة بكل الدول، أثرت على المحصول وعلى الشغل. صار في شح بالقمح، ولما بصير في شح بالقمح وفي طلب بده ترتفع. طب اليوم أنتم مخزونكم، يعني ما عندنا نحن بلبنان إنجاز التعبير مخزون بعد الإهراءات، يعني هلا أنتم قديش بضاين الطحين عندكم؟ يعني الطحين لا بالفرن ما في طحين، كل يوم بيومه بيجي، بس القمح بدك تقول القمح. نعم. يعني الطحين أنا لفتني لأنه على يعني على كيلومترات، يعني انحطت هالمرة على الكيلو. نعم. يعني هلا لبيروت، هلا ابن عكار بياخذ طحين أغلى من ابن بيروت. نعم. لأنه على المسافة بالنسبة للنقل. نعم. بالنسبة للنقل في، عرفت كيف؟ هلا حطوا على الكيلو إذا شايفها 30,000 ليرة على 37 كيلومتر. انتبهت. 30,000 من 32 وطلوع بزيد 10. ايه. كل ما هذا بزيد 10,000. طب اليوم قديش نحن عنا بالأفران نقيب مصروف طحين؟ عنا 27,000 طن بالشهر.
بالشهر. بالشهر 27,000 طن. هلا نحن لخبز العربي فقط، لخبز العربي يومية بتكون تاخذوا طحين؟ يومية بدنا ناخذ طحين، نعم كل يوم. يعني كمان هلا بكون عندنا نهار، عرفت كيف؟ بس نحن بنخلي نهار على طول ريزيرف، تعطل الكاميرا بنخلي نهار ريزيرف يضل بالفرن، بس كل يوم بده يجي طحين. طب نقيب، انا بهمني للناس اللي هلا عم بيتابعونا، اذا حدا بحب يشتغل بالافران بيتواصل مع النقابه عندكم ولا كيف؟ اذا بيعرف يشتغل نعم. بالافران عم صعب له اياها؟ ما عم صعبها ابدا. نعم. انا هلا بحاجه نعمل له تريننج عندنا، ما في امكانيه يفوت على اكيد. اذا ما بيعرف يشتغل تحت بصناعه الرغيف ما حيجي. نعم. كلهم بدك اياهم يشتغلوا تحت 300 لانه بالصاله كلهم لبنانيه، بالصاله نعم. كلهم نعم. لبنانيه. نعم. شوفيريه لبنانيه. نعم. انا عندي 3 شوفيريه لبنانيه. نعم. الصاله كلها البنات لبنانيه، كلهم الكاش كله لبنانيه، المحاسب لبناني، ما في الا بصناعه الرغيف منهم لبناني. وصار رايح نص العمال الاجانب فلوا، نص العمال. كيف عم تعوضوا؟ والله في ازمه، في أزمة قد ما بدك. يتأثر فيها الرغيف يعني؟ لا ما يعني نحن عم نتعذب، صرنا عم نتعذب. يعني أنا إذا كان عندي عاملين 3 زيادة ما بقوا موجودين، يعني إذا عامل ما إجا بصير في عندي بتأثر بالإنتاج. كل الأفران ممكنة؟ كل الأفران ممكنة، بس بدها عامل يوقف على المكنة. نعم. وبدي واللي بيعبوا خبز منن ممكنين، اللي بيعبوا الخبز مش ممكنان، بيعبوا خبز هني، بيعبوا خبز على إيدهم بيعدوا بيعبوا، مش ممكنان. نقيب يعني انا بتمنى انه اللقاء الثاني اللي بدي اجتمع فيك على الهواء يكون قريب، تنقول معنا النقيب علي ابراهيم بده يقول رخص خبز. يا رب. شو بدك تقول للناس اللي عم بيتابعونا، للشباب يلي بهمهم يشتغلوا، وين بدهم يتدربوا؟ ما فيهم يتدربوا للمدينه. شو نقول؟ نحن انا كنت من شهرين في اجتماع نحن ورئيس اتحاد العمالي الدكتور بشاره بوجه له تحيه. نعم. كنا عملنا اجتماع بهالخصوص، وصارت قصه كورونا وما كورونا. نعم. كنا عم نفكر نطالب بإنشاء مهنية وندرب فيها عمال للأفران. أوكي. ودعينا نقيب عمال للأفران بوقتها ما إجا على الاجتماع. ما إجا. دعيتوه على أكيد؟ نعم. هي الدكتور بشارة خليه خبرك. أوكي. ندعى على الاجتماع وما إجا على الاجتماع نقيب عمال للأفران، ونحن قاتلين حالنا بدنا ننشئ مهنية لا ندرب فيها عمال. طب هلا بالانتظار الشباب اللي بدهم يشتغلوا ما بيقدروا يفوتوا يتعلموا؟ ما بيقدروا الا اذا كان حدا عنده جلاده وبده يوقف يعني يتعلم، يعني بده يتعلم. بس صعب يعني، بس انا وعم بنتج صعب يعلمه، عرفت كيف؟ انا بقدر موضوعيتك وصراحتك. بدي اشكرك النقيب علي ابراهيم نقيب المخابز والافران في بيروت وجبل لبنان. يسعد لي صباحك. شكرا لك وسلامه قلبك من كورونا كريم. شكرا لك. أصدقائي الحلقة هون بنوصل لنهاية حلقتنا، بنلتقي معكم بكرا إن الله راد في حلقة جديدة. إلى اللقاء.